الحقيقة طالما بنتكلم عن مواجهة الهلال الإفريقية علينا أن نقف بعض الوقت أمام السويسري مارسيل كولر. نجح الحقيقة في أنه يدخل قلوب جماهير النادي الأهلي سريعا بفضل النتائج اللي حققها مع النادي الأهلي على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي. انطلاقة كولر مع النادي الأهلي أكثر من رائعة حتى الآن، يمكن بعد توليه القيادة الفنية للأهلي بأيام قليلة نجح أنه يتوج بأول ألقابه مع النادي الأهلي بفوز غالي ومهم جدا على نادي الزمالك في الإمارات في السوبر المصري بهدفين مقابل لا شيء. يمكن دي كانت البداية، بداية الحب وشهر العسل زي ما بيقولوا ما بين كولر وجماهير النادي الأهلي، مقدما أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء. شخصية الأهلي مع كولر هي شخصية وفلسفة واضحة، الفلسفة اللي بيلعب بيها يعني المباريات متمشية حتى هذه اللحظة مع لعيبة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. كمان في قناعة تامة من جانب لعيبة النادي الأهلي بفكر المدير الفني وقدراته التدريبية، دليل أنه نجح أن هو يطور مستوى عدد كبير من اللاعبين، مش هقول أسماء ولكن كل اللاعبين مستواهم تطور بشكل ملحوظ الحقيقة. مستر كولر أكيد في مواجهة نادي الهلال كيف يفكر يوم السبت اللي جاي، كيف يفكر، ولكنه هيبدأ تحدي جديد مع النادي الأهلي، ولكن في هذه المرة على المستوى الإفريقي ولأول مرة. خلي بال حضراتكم، لأول مرة في تاريخه التدريبي الكبير عايز هو مستر كولر نفسه بقى عايز يفرض بصمة داخل القارة السمراء بقيادة النادي الأهلي للتتويج بهذه البطولة.